اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سهره طبيه. حلقتنا النهارده عن الاسنان ومشاكلها وطرق علاجها وازاي نقدر نحافظ عليها. هنطلع نشوف الفيديو ده ونرجع لكم مره تانية. الفرق بين حشو العصب والحشو العادي. الحشو العادي ده بيبقى تقريبا في اول طبقه او تاني طبقه من الاسنان. الالم فيه ما بيكونش جامد قوي، بيبقى مع السائع مع السخن او لو اكلنا حاجات سكريه او حاجات ناشفه، والالم فيه ممكن يروح بالمسكن. اما بقى حشو العصب ده بيبقى خلاص التسوس وصل للعصب ومسك فيه وعمل التهاب في العصب، فبالتالي الالم بيبقى شديد جدا والالم بيبقى لوحده والمسكن بيأثر فيه بنسبه بسيطه. شرفوني في عيادتي، عياده الدكتوره دعاء الزهري شارع 15 جنب اشاره الارقام. رجعنا لكم مرة تانية، بنرحب بضيفتنا المتميزة جدا اللي منورانا النهاردة، الدكتورة دعاء الزهري أخصائية فم وتجميل الأسنان، عضو الهيئة السعودية لطب الأسنان، الزمالة البريطانية لتجميل الأسنان. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور. حضرتك الله يكرمك. الله يخليكي. في البداية كده عايزين نعرف يا دكتور ما هو تركيب الأسنان؟ تمام. في مرضى كتير قوي ما بيكونوش عارفين الضرس أو السن ده بيبقى عبارة عن إيه. السن او الضرس هما الاثنين تركيبهم واحد، بيتكون من ثلاث طبقات. اول طبقه دي بتبقى طبقه المينا، ودي بتبقى اقوى طبقه من الاسنان، والتسوس بيبقى صعب انه ياكلها او يعمل فيها حفر لان هي بيبقى فيها معظم المعادن اللي موجوده في الضرس او السن. تاني طبقه، ودي طبقه الدنتين، الطبقه دي خفيفه جدا وضعيفه، بمجرد ما التسوس يوصل فيها بياكلها بسرعه قوي. تالت طبقه طبعا، ودي العصب، وبيبقى فيها العصب اللي احنا بنحس فيه، وبيبقى فيها كمان اوعيه دمويه عشان تغذي الضرس او السن. طب يا دكتور، يعني الام الاسنان يمكن من اكتر الالام اللي بتخلي الواحد يلف حوالين نفسه من كتر ما هي صعبه وشديده، فكنا عايزين نعرف اسباب الام الاسنان يا دكتور. طبعا اسباب الام الاسنان كتير جدا. في منها حاجه خاصه بالسن نفسه، وفي منها حاجه خاصه باللثه. علشان نقولها كلها ونحصرها كلها ونقول طرق علاجها بالتفصيل، احنا عايزين حلقات كتير، بس يعني هنعمل لها كونكلوجن كده ونختصرها. اول حاجه، في الم ممكن يجي مع السائع بس، في الم ممكن يجي مع السائع والسخن، في الم ممكن يجي مع الضغط، يعني لما بنيجي ناكل حاجات ناشفه. عايزين تفصيلا بقى وفي الم بيجي لوحده من غير اي حاجه، كده نلاقي الواحد ماسك يا اسناني انا مش قادر. الالم اللي بيجي مع السائع بس ده بيبقى فيه تسوس بسيط، يا دوبك بيبقى لسه في اول طبقه من الاسنان، وده ممكن ان احنا نلحقه بان احنا بنعمل له حشو عادي وفي جلسه واحده والدنيا تمام. ده بالنسبه لما اشرب حاجه ساقعه كده اسناني تسمع بقى تيجي زي لسعه كده. الالم بقى لما بيجي مع السخن، لا هنا بقى التسوس نزل في الطبقه الثانيه. يعني انا اخاف لما الاقي الالم مع السخن اكتر تمام. مما هو مع السائع. تمام. لو مع السخن يبقى لا بقى التسوس اكل الضرس ونزل في الطبقه الثانيه. في الحاله دي بيبقى حاجتين بقى على حسب التسوس وصل لقد ايه. لو هو لسه ما مسكش في العصب بننضف كويس قوي وبنحط زي بيس كده فوق العصب وبنعمل فوقيه حشو، وبيبقى حشو عادي برده. تمام. لا بقى لقينا التسوس وصل للعصب فبنضطر نعمل حشو عصب. الالم بقى اللي بيجي مع الضغط اللي هو اكل حاجات ناشفه بالذات، ده معناه ان في التهاب نزل تحت الجدر، عشان لما بنيجي ناكل ونضغط الجدر بيبتدي يضغط على الالتهاب اللي تحته فبنحس بالم، برضو في الحاله دي لازم نعمل حشو عصب. تمام. طبعا الالم بقى الفظيع الجامد اللي بيجي لوحده ده في الحاله دي بيبقى بقى فيه خراج وفيه التهاب في العصب، وفي الحاله دي برضو بنعمل حشو عصب وبيكون على مراحل او على كذا جلسه. تمام. طب خلينا نتكلم شويه عن حشو العصب، يعني كيف يتم علاج العصب يا دكتور؟ طبعا دلوقتي في تقنيه وفي اجهزه حديثه سهلت علينا قوي حشو العصب عن زمان. يعني في مرضى لسه عندهم اعتقاد لا حشو العصب يبقى اخلع الضرس، ده حشو العصب ده متعب وجلساته كبيره وكده، بس دلوقتي في اجهزه حديثه طلعت سهلت علينا حشو العصب قوي، وحتى المده الزمنيه بتاعت علاجه. يعني في جهاز اسمه روتري، في جهاز اسمه ايبكس لوكيتور، وده بيحدد لي طول الجدر بالظبط اللي انا شغاله عليه. بعد كده طبعا في اجهزه الاكس راي الاشعه. حشو العصب بيتم عن طريق ان انا بشيل العصب من الجدر اللي هي القنوات بتبقى موجوده في الجدر بيبقى فيها الاعصاب، بندخل بقى بالاجهزه الحديثه اللي احنا قلنا عليها دي، بننظف وبنشيل العصب وبننظف وبنحط حاجات تعقم الجدر، وفي الاخر بنحشي بقى الاقنيه دي. تمام.
طب بنسمع كتير يا دكتور ان الست الحامل ما ينفعش تروح لدكتور اسنان، مدى صحة هذا الكلام ايه؟ طبعا صحة الكلام ده خاطئ تماما. الست الحامل لازم تروح لدكتور الاسنان عشان تتابع، لان الست الحامل احنا عارفين ان الحمل بيسحب الفيتامينز والكالسيوم اللي موجود عشان يروح للبيبي، واكتر حاجة بتتأثر في الست الحامل الاسنان. تمام. فلازم نروح كشف دوري للدكتور عشان لو كان في حاجة بسيطة نلحقها قبل ما تتفاقم بقى وتبقى حاجة جامدة. طب ايه هي الفترة الآمنة لعلاج أسنان الحوامل؟ أكتر فترة آمنة لعلاج أسنان الحوامل اللي هي في النص، الشهر الرابع والخامس والسادس، في أول 3 شهور وفي آخر 3 شهور ما بنحبش نتدخل قوي في أسنان إلا لو كانت في حاجة طارئة، ألم جامد، حاجة طارئة لازم نتدخل، بس اللي هي الفترة الآمنة اللي هي الفترة اللي في النص، الرابع والخامس والسادس. طيب طرق العناية بالأسنان يا دكتور؟ طرق العناية بالأسنان عايزين كده تفصيلا، يعني أنا إزاي أحافظ على أسناني سواء طرق العناية كنت مدخن أو بسيطة جدا وسهلة جدا. تمام. بس طبعا الناس بتكسل إنها تعملها. أكيد. يعني أنا أغسل أسناني في اليوم مرتين، أهم مرتين أول ما بصحى من النوم وقبل ما بنام. تمام. أستخدم الخيط، خيط الأسنان مش أي خيط، خيط الأسنان ده خيط مخصوص للأسنان بيتباع في الصيدلية، الخيط ده بيشيل أي بواقي أكل بين الأسنان. تمام. لأني أنا لما بغسل الأسنان بغسل الأسنان من جوه ومن بره ومن فوق، في سطح اللي هو بيكون ما بين الأسنان ده سطح الفرشة مش بتوصل له، اللي هو بيتجمع فيه بقايا الأكل خصوصا الألياف، فده بيتشال بالخيط. أستخدم مضمضة مناسبة ليا، وده بيحددها الدكتور لأن كل كيس بيبقى لها مضمضة خاصة بيها. حاجات بسيطة وحاجات سهلة قوي، ولو التزمنا بيها هنلاقي الموضوع بقى أسهل. طيب. بكتير. هل في وصفات طبيعية للعناية بالأسنان؟ بص، هو في وصفات طبيعية المرضى بيجوا يقولها لي كتير، زي مثلا استخدام الفحم، زي استخدام الكركم. الحاجات دي ممكن تعمل تأثير وقتي. تمام. للي هو تبييض أو إن احنا نفتح درجة. تمام. الأسنان، بس دي ليها أضرار جامدة جدا. سطح الأسنان ده عامل زي الإزاز، سطح ناعم جدا جدا والحاجه بتتزحلق منه بسهوله. صعب ان هو يلزق عليه اي حاجه لانه سطح ناعم. أيوة. زي الازاز. لما بنيجي نستخدم عليه الوصفات الطبيعيه زي الفحم او الكركم او اي حاجه تاني طبيعيه المرضى بتخترعها، احنا بنحول السطح الناعم ده لسطح خشن، بيبقى فيه زي حفر اسنان بتتاثر، فلما يبقى السطح الخشن سهل قوي ان تلزق عليه اكيد التصبغات. بالظبط. فبنيجي بعد فتره ونلاقي الاسنان بدل ما هي بقت بيضه، لا بقت صفره بزياده، خدت لون تاني، وكمان التصبغات من الشاي والقهوه الشوكليت الحاجات الغامقه بتلزق فيها بزياده. فانا مش بنصح باي وصفات طبيعيه للاسنان، احنا خلينا نمشي ورا كلام الدكاتره ورا كلام الطب، هنلاقي الحاله بقت احسن بكتير وفي تحسن بكتير، لكن ان احنا نخترع بقى دي بيكون ليها اضرار جامده. تمام. طب هنطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية.
ورجعنا لكم مرة تانية. دكتور احنا عندنا صور لحالات معينة بتعاني من مشاكل الأسنان، حابين حضرتك تعلقي عليها وتقولي لنا التعليق المناسب للصورة دي. تمام. ده بقى حشو العصب. حشو العصب ادينا دخلنا بالفايل عشان نشيل الاعصاب. شايف الضرس اللي هو ما فيهوش الجهاز اللي هو فيه العصب الاحمر؟ احنا هنا دخلنا بالفايل اللي هو الروتري ده، زي ما قلت لحضرتك ده الجهاز الحديث. جهاز بيلف كده بطرق معينه وسرعه معينه وبيسحب العصب بدرجه كفاءه عاليه قوي. وبعد كده خلاص بقى بنبتدي نسحب العصب بالجهاز وبنبتدي نعقم الضرس ونحشي القنوات دي. تمام. فده جهاز روتري بتاع صاحب العصب. الصوره اللي بعدها دي الزراعه. دي الزراعه بقى. الزراعه في مرضى كتير قوي ما بيكونوش عارفين يعني ايه ازرع، يعني ايه ازرع، يعني ايه ازرع ضرس او ازرع سنين. تمام. ازاي بقى بتتم الزراعه؟ ده شكل الزرع. الزرعه دي عباره عن جزئين. جزء بيبقى داخلي جوه العظم. تمام. اللي هو من ماده البلاتينيوم اللي هو زي المسمار كده. تمام. بنعوض بيه الجدر مكان الضرس اللي احنا خلعناه. مكان البلاتينيوم دي ماده طبيه قبل ان هي تتحد مع عظم الانسان ويتفاعل معاها عشان يبقى جزء واحد. بعد كده بيجي الجزء الخارجي اللي بيبقى في الفم اللي هو الكراون، الجزء الخارجي. تمام. طب هل ليها عمر افتراضي دي يا دكتور ولا لا؟ ملهاش عمر افتراضي. احنا الزرعه دي بنحطها ونختبرها جوه جسم الانسان، بنحطها ونقفل عليها 3 شهور. بعد 3 شهور بنعمل اكس راي يعني اشعه ونشوف اذا كان الوضع تمام، مفيش التهاب، الزرعه تمام التأمت وبشكل مناسب. بنبتدي نعوض بقى عليها الكراون اللي هو الجزء اللي بيظهر في الفم ده، ولا بتعيش بقى ما شاء الله. بقى الصور هنا بقى تركيب الضرس او السنه عباره عن ايه اللي احنا اتكلمنا فيه اول الحلقه. اللي هو بيبقى عباره عن 3 طبقات زي ما قلت لحضرتك، طبقه المينا وتحتها طبقه الدنتين اللي هو الجزء الثاني، والاحمر ده اللي هو الاعصاب، اللي حواليه ده بقى اللي هو العظم والاوعيه الدمويه واللثه اللي بتبقى محاطه بالضرس وبتثبته في الفم. تمام. دي بقى التركيبات. في مرضى برضو كتير ما بيكونوش عارفين يفرقوا بين التركيب وبين الزراعه، بييجوا يسالوا على الزراعه على انها تركيب والتركيب على انه زراعه. لا، دي تركيبات. التركيبات دي بتبقى عباره عن ايه؟ ان انا خلعه او خالع ضرس. تمام. فعندي مكان فاضي، المكان الفاضي ده انا عايزه اعوضه. هعوضه ازاي؟ في مرضى كتير بيبقوا فاكرين ان انا خالع ضرس هركب ضرس. طب الضرس اللي انا هركبه ده هيثبت على ايه؟ مش لازم يكون ليه بيز يمين ويسار عشان يثبت عليه؟ اكيد. فالتركيبات، انا لو خالع ضرس ما بركبش ضرس، بركب 3. ودي حاجه المرضى دايما بيتلخبطوا بينها. بركب 3 ليه؟ انا عندي المكان الفاضي في قدامه ضرس وفي وراه ضرس. الضرسين اللي قدام المكان الفاضي ده اللي هما قدامه وراه بيتبردوا، وبعمل تركيبه عباره عن كوبري او جسر او بريدج، وبينزلوا مع بعض وبيبقوا في النص ماسكين الضرس، ماسكين الضرس في المكان الفاضي اللي احنا خلعناه. فدي تركيبات الاسنان. ده بقى الم عصب وفراج، وأوقات كتير جدا على فكره الام العصب بتسمع في الودان وبتبتدي تسمع في الرقبه، بتبهدل الجسم كله. أيوة الم العصب. دي صوره لالم عصب ملتهب. تمام. ودي بيكون سببها ان انا عندي تسوس عميق، المريض سابه قال لا خلاص ما انا مش حاسس بالم، لحد بقى التسوس ما بيبتدي ينزل لحد ما يوصل للعصب خلاص. وانس ان العصب التهب بيبقى الالم زي الصوره كده. في صوره جامد قوي يعني. ده تنظيف الجير. تنظيف الجير دلوقتي برضو بقى فيه اجهزه. تمام. حديثه طلعت بتنظف الجير بطريقه سهله ومن غير ما ناذي خالص سطح الاسنان. جهاز الالتراسونيك ده من الاجهزه الحديثه المستخدمه. ده من الاجهزه الحديثه المستخدمه، يعني دي مش بتلمس سطح السن تماما ولا بتخشن سطح السن خالص. دي بس ان احنا بنشيل الجير المتراكم على لازاله الجير فقط. طب بالنسبه للثه يا دكتور، ايه اسباب التهاب اللثه؟ اسباب التهاب اللثه برضو كتير. اسباب التهاب اللثه ان انا مش بغسل اسناني. مريض يجي يقول لي انا اسناني بمجرد ما بحط عليها الفرشه بتنزل الدم على طول كده. هو اصلا مش ملتزم بان هو يغسل اسنانه، فجه في مره غسل اسنانه لقاها بتنزل دم.
طب انا اصلا ايه سبب الدم اللي نزل؟ ان انا عندي التهاب في اللثه. طب ايه سبب التهاب اللثه؟ ان انا مش بغسل اسناني. ان انا مش بغسل ففي دايره بقايا كده. اكل بقى، في بقى بقايا اكل بتتجمع ما بين الاسنان احنا مش بنشيلها. الاكل ده بيروح فين؟ الاكل ده بيتخمر وقت النوم، بيتحول لبكتيريا، بيعمل لي حاجه اسمها جيوب لثه. اللثه تبتدي بقى تتفتح لان في اكل محشور جواها. الاكل اللي محشور جوه جيوب اللثه ده بيتعفن ويتخمر ويعمل بكتيريا ويعمل التهاب في اللثه شديد. في شق تاني بقى لالتهاب اللثه اللي هم مرضى السكر. تمام. مرضى السكر دول اكتر ساين او اكتر علامه بتميزهم ان هم عندهم التهاب لثه شديد. ان انا مش بستخدم مضمضه كويسه مناسبه لحالتي، ان انا مش بستخدم الخيط المائي، ان انا عندي تسوسات كتير قوي في اسناني، فعندي بكتيريا كتير قوي. البكتيريا دي هتعمل ايه بقى غير ان هي تعمل التهاب في اللثه؟ تمام. طب ايه افضل طريقه يا دكتور لتبييض الاسنان؟ هو في طرق كتير لتبييض الاسنان، انا ما بنصحش بالطرق المنزليه اللي هي الخلطات والحاجات دي زي ما قلنا برضو في الحلقه. احسن طريقه ان انا ابيض الاسنان، اول حاجه ان انا بستخدم المعجون المناسب لحالتي. تمام. والفرشه المعجون المناسبه لحالتي. ان انا لازم اروح لدكتور الاسنان كل 6 شهور، بعمل جلسه تنظيف جير، وان انا بشيل التصبغات اللي هي متراكمه عن الاسنان من الشاي والقهوه والشوكليت والنسكافيه والحاجات الغامقه. في دلوقتي طبعا تقنيه حديثه للتبييض، في جهاز الليزر، في جهاز احدث منه اسمه جهاز الزوم، بس ده ما بيتعملش غير في العياده وتحت اشراف طبي. تمام. لانه بيبقى له اضرار، لو هو كمان كترته بيبقى له اضرار. طب السلوكيات الخاطئه التي تؤدي لامراض اللثه والاسنان؟ برضو سلوكيات خاطئه كتير. اول حاجه ان انا مش بستخدم معجون مناسب لحالتي، مش تمام. بستخدم فرشه مناسبه لحالتي. يعني انا لو اللثه بتاعتي مثلا فيها التهاب ما ينفعش استخدم فرشه هارد، هتجرح لي اللثه بزياده. في ناس بتستخدم الخيط بين الاسنان اللي هو الخيط العادي اللي موجود في البيت بتاعنا ده، وده طبعا غلط جدا. احنا لازم نستخدم خيط الاسنان اللي الدكتور بيوصفه، لان ده في ماده معينه بتخلي الخيط يبقى طري، ما يبقاش جامد. طريقه نفسها استخدام الخيط، في ناس بتستخدم الخيط بعنف. انا الخيط ده ليه طريقه معينه ان انا استخدمه، والدكتور بيقولها للمريض برضو في الكشف. اني انا طبعا مش بغسل اسناني، اني انا مش بعمل تنظيف جير. الجير ده اكتر سبب بيعمل التهاب لثه وبيعمل نزيف عند غسل الاسنان. يعني انا بنصح اي مريض ان هو يروح لدكتور الاسنان كل 6 شهور، يعمل تشيك اب لاسنانه، لو في اي تسوس بنلحقه بدري قبل ما يقلب معانا بعصب، وان انا اعمل جلسه تنظيف جير. بجد بتفرق جدا جدا مع المريض. طب بالنسبه للحشو التجميلي اللي بالليزر يا دكتور، كلمينا عنه. حشو التجميلي بالليزر ده برضو تقنيه حديثه. زمان بقى كان فيه اللي هو الحشو البلاتيني اللي لونه مفضه ده، كانت المرضى دايما بتتضايق من شكله لانه بيبقى باين في الابتسامه وفي الضحكه وفي الكلام. دلوقتي بقى فيه الحشو التجميلي بالليزر ده بيبقى حشو بنفس درجه لون الاسنان بالظبط، لدرجه ان الناس ما بتبقاش عارفه تفرق ان ده حشوه ولا لا، ده انا ضرسي الطبيعي. في منه طبعا انواع وفي منه شيدز على حسب لون الاسنان، بس هي تقنيه حديثه حلوه جدا يعني. طب اخر حاجه معانا، عايزين حضرتك تقولي لنا على روتين يومي نحافظ بيه على اسناننا. روتين يومي بسيط وسهل وبتمنى ان يكون للناس تلتزم بيه، هو سهل جدا. بغسل اسناني اول ما بصحى من النوم وقبل ما بنام، دول اهم مرتين. لقيت نفسي في نص اليوم اكلت حاجات لازقه بين سناني، شربت حاجات غامقه، ممكن اغسل اسناني احتياطي مره تانية في نص اليوم. طبعا قلنا بنستخدم الفرشه والمعجون المناسبين لحالتي، بستخدم خيط الاسنان حتى لو مره واحده في اليوم، واهم مره اللي هي قبل النوم عشان اشيل ما بين الاسنان الاكل المتراكم. بستخدم مضمضه كويسه. لازم ازور الطبيب كل 6 شهور عشان اطمن على صحه اسناني. ده طبعا للاسف وقت حلقتنا خلص. كانت معانا الدكتوره دعاء الزهري، اخصائي فم وتجميل الاسنان، عضو الهيئه السعوديه لطب الاسنان، الزماله البريطانيه لتجميل الاسنان. نورتينا يا دكتور. الله يخليك، ميرسي. تصبح على خير.